زي ما قلنا لحضراتكم مرارا وتكرارا في برنامج الابطال، النادي الاهلي مش بيخرج بس الكوادر من اللاعبين، ولكن عندنا كوادر في كل عناصر اللعبه، سواء مدربين سواء اداريين سواء كل دكاتره، عناصر اللعبه كلها. كابتن محمد السيد مهاراته اللي معانا النهارده ضيفنا، احد ابرز مدربين الكاراتيه في مصر، واللي كان ليه دور كبير في اخراج النجوم. في البدايه بنرحب طبعا بكابتن محمد السيد مهاراته. ازيك يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك؟ ايه قصه مهاراته دي؟ وانا ما كنت لعيب وانا بلعب. ايه بقى الحمد لله مسمينك مهاراته ليه؟ كان زمايلي اللعيبه والحكام نفسهم، يعني الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، انا كان ربنا كرمني الحمد لله، يعني كنت بلعب كل حاجه. يعني دي اشاره للمهارات الكبيره اللي عندك. الحمد لله، وكان عندي شمال زي يمين، يعني احنا عندنا لعيب متخصص شمال بس او يمين بس، الحمد لله انا كنت بلعب شمال ويمين زي بعض، احسن من بعض، فضل ونعمه من ربنا عليا من وانا صغير. يعني يمكن ده اسمه مميز، انا ما سمعتوش كتير مهاراته. فضل ونعمه من ربنا. سمعت لعبه سمعتش، انما مهاراته يعني بتهيألي دي بتطلع للحريف. الحمد لله، فضل ونعمه والله، يا ربنا كرم ربنا عليا من وانا صغير، ربنا يعني كرمني الحمد لله، وده فضل من ربنا، وانا احمد ربنا واشكر فضله على النعمه اللي انا فيها الحمد لله. على كل حال، طيب انت لعبت كاراتيه فين وانت صغير؟ انا خالص بدات في مركز شباب صغير في المنطقه اللي انا ساكن فيها، في مركز شباب الاماريه. الاماريه طبعا مركز شباب كبير. الحمد لله وربنا كرمني، وكنت بطل القاهره وبطل جمهوريه لغايه 14 سنه. وبعد كده ربنا كرمني ورحت نادي الجيش من سنه 96 لغايه 2005. تمام. وانا في نادي الجيش 10 سنوات. اول لاعب دولي في نادي الجيش كنت انا الحمد لله. ما شاء الله. لعبت منتخبك؟ لعبت منتخب مصر اول افريقيا في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، خامس عالم في اليونان 2001، اول بحر متوسط، اول افريقيا، تاني شرق اوسط في الاردن. فضل ونعمه من ربنا يعني عليا وانا لاعب الحمد لله. طيب هنروح لمجال التدريب، ايه اللي خلاك بقى تروح لمجال التدريب يا كابتن محمد؟ الكاراتيه ده في دمي، يعني الكاراتيه ده في دمي، انا بعشق حاجه اسمها كاراتيه، يعني من وانا صغري انا بعشق حاجه اسمها كاراتيه. انا لعبت كل الرياضات وانا في منتخب مصر لما كنت في معسكر في المركز الاولمبي عشان الكاراتيه، كل رياضه كانت بتساعدني للكاراتيه، كل حاجه، كل كنت باخد كل حاجه من اي رياضه ميزه فيها عشان الكاراتيه، عشان ابقى بطل عالم في الكاراتيه والحمد لله. طالما حابب هتبدا الحمد لله، وفضل ونعمه من ربنا عليا. يعني طيب مين ابطال تاني غير لؤي وملك اللي كانوا ضيوفنا من الفقره اللي فاتت؟ مين الابطال تاني معاك؟ مين بيتمرنوا معاك؟ قول لي كده، اديني كده يعني، عايزك تستسرد وخد راحتك ووقتك خالص، قول لي الابطال مين بيتمرنوا معاك وحققوا ايه؟ فضل ونعمه من ربنا معايا فاطمه عبد الناصر، دي بطله العالم مرتين ورا بعض، تاني عالم 2019، اول عالم 2022، بطولتين ورا بعض. طول السن ده هي معاك؟ هي معايا اصلا، فاطمه معايا من وهي عندها 8 سنين. يا خبر ابيض. وفاطمه دلوقتي ما شاء الله 18 سنه. طب اكبر كنت بتبقى معاها ازاي؟ ولا انت بتاخد ما تاخد اللاعب؟ انا معايا من حزام ابيض، انا لعبتي فضل ونعمه من ربنا عليا. ميزه النادي الاهلي بفضل الله عز وجل، ما فيش حاجه اسمها نجم، انت بتروح حتى لو كنت نجم، يعني كنت شغال في النادي قبل النادي الاهلي، وانا ابن النادي الاهلي اصلا. لما جيت النادي الاهلي خدت حزام ابيض من اول وجديد، بدات السلمه من اول وجديد تاني. كل دول لعبت من حزام ابيض فضل ونعمه لحد بطوله العالم. فاطمه ما شاء الله 2019 شيلي تاني عالم، 2022 كونيا تركيا اول عالم، اول لعيبه في النادي الاهلي تلعب فاينالين عالم ورا بعض. ده في منهم فتره كورونا في النص، يعني ومعايا طبعا فضل الله عز وجل اسطوره الكاراتيه في العالم عمر اشرف عثمان، ده انا مسميه الاسطوره. كم سنه يا عمر؟ عمر 16 سنه. 16 عمر اول افريقيا، اول بحر متوسط، اول عرب. يقول على عمر كده مهاراته، عمر ان شاء الله يعني هيبقى احسن من مهاراته باذن الله. عمر اسطوره، ده هو كده يعني عمر ده شرف كبير ما شاء الله. يعني عمر، وعندي ياسين احمد بطل العالم اللي فات برضو، ده تحت كام ولا؟ ياسين احمد ناشئين ما شاء الله، وعمر شباب، وفاطمه شباب، كلهم بيتمرنوا معايا بفضل الله. ومعايا ان شاء الله باذنك يا رب، يعني احنا بناخد كل فتره، يعني بنخطط في النادي الاهلي عندنا، احنا يعني دكتور مراد، يعني طبعا ده استاذنا أبو بقى وقدوتنا كلها، مش النادي الاهلي معلمنا، لازم الاول لما جبنا تاني من اول، مفيش حاجه اسمها تاني، احنا نشتغل على الاول. طب مين اللي جاب اول؟ عليك فلان. طب تعالى مهاراته، نقعد نتكلم واحد اتنين، طب ايه الاخطاء؟ طب في ايه؟ في واحد لازم يكلمنا، لازم يقعد معانا يتكلم معانا، احنا بنتعلم منه كل حاجه،
دكتور مراد عاصم ده قدوتنا، وطبعا دكتور محمد حسن مدير الجهاز طبعا ده دينامو بقى الكاراتيه في العالم مش الله. في مصر يعني. انا عايز اقول لك ان يمكن صوتك رايح من التدريب. ما فيش، ما بيرجعش خالص. اقول لك انا ليه دايما باخد بالي، المدربين اللي شغالين وبقى ليهم حماس في الملعب الحمد لله بتلاقي دايما عنده بحه، دايما عايش بيها. ليه؟ لانه دايما بينوجه الناس في الملعب بصوته، فتلاقي دايما عنده بحه. صدقني لو قلت لحضرتك انا ما اعرفش اشتغل بالصفاره لازم اتكلم باين، ما بحسش بيها باين. ففضل ونعمه من ربنا عليا يعني، ان ربنا كرمنا يعني الحمد لله. يعني احنا لعبتنا رقم، احنا احسن لعيبه موجوده في العالم فضل فعلا لله. احنا احسن لعيبه موجوده في العالم، احنا العالم بيتعلم مننا. احنا لعبتنا فضل الله رقم واحد على العالم طيب شعورك ايه لما جيانا جابت الميداليه الاولمبيه؟ دي اسطوره الكاراتيه في النادي الاهلي، هي وطبعا دكتور مراد ودكتور مهند طبعا بطل العالم. دكتور مهند ده اخونا وطبعا فرحت حاجه جميله حاجه جميله بتتعامل مع اللعيبه. لما بيكون عندنا لعيبه بتيجي ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه التربيه دي؟ ايه الاصول دي؟ دي ولاد النادي الاهلي. دكتور مهند، دكتوره جيانا، تربيه دكتور مراد، ولاد النادي الاهلي عارفين يعني ايه النادي الاهلي، عارفين يعني ايه يقف على الملعب بيلعب بقلب النادي الاهلي. ما عندناش حاجه اسمها رقم اتنين. طب كابتن يعني جمهور النادي الاهلي يمكن الكاراتيه ما بيتزعش، ما بيش متابع اعلاميا جامد، بنشوف بس اللي نوره واللي كسبه تمام. فنقول ايه للجمهور للاجيال اللي جايه؟ يعني الناس عرفت دكتوره جيانا، وعرفت طبعا دكتور مهند مجدي وغيره وغيره وغيره، ومجموعه كبيره جدا من النجوم اللي طلعوا الفتره اللي فاتت من النادي الاهلي. الاجيال بقى من الاول دلوقتي لؤي وملك ونازل ما شاء الله. احنا ما شاء الله يعني عندنا يعني ان شاء الله بطوله العالم 2024 احنا النادي الاهلي باذنك يا رب هيبقى مشارك ناشئين ونشآت، لعيبه من النادي الاهلي ولاد الاهلي، شباب شابات 21. معقوله؟ قلت كلمه كده. قوام منتخبات مصر من الكاراتيه 100% منهم من النادي الاهلي، لا لا صح ولا لا؟ لا طبعا 85% 90%. احنا النادي الاهلي بيطلع لمنتخب مصر يعني. احنا بفضل الله عز وجل كان عندنا ناشئين ونشآت في بطوله العالم اللي فاتت، عندنا ياسين احمد جاب ثالث عالم الله اكبر بفضل الله عز وجل او الناشئ اهو، وعندنا ملك ناجي ما حصلش نصيب كده، حصل دروبه في دور الثمانيه، حصل لخبطه بس وصل دور الثمانيه فاطمه عبد الناصر، عندنا عمر اشرف عثمان برضو وصل لحد دور الثمانيه كده وحصل عنده اصابه اصلا يعني مصاب. اصابه قبل بتتكسر في رجله قبل قبل بطوله العالم. فلحقنا لمينا الدنيا، ولو كانت الدنيا زادت شويه كنا عمر اسطوره الكاراتيه في العالم مش مصر. بقول لك يا كابتن لعيبه الكاراتيه كتير بيحب الكوميتيه اشتباك وفي وبيبقى في دايما في احتكاك حماس. أيوه. بس الكاراتيه برضو ليها لعبتها وليها عشقها، في لعيبه تحب الكاراتيه جدا طبعًا. ايه اللي يميز ده وده؟ يعني اللعيب ده ايه اللي يميز اللعيب ده؟ يعني مدرب شفت لعيب في الملعب او على تقول له لا انت روح العب كوميتيه لعيب صغير، وشفت نفس لعيب تاني في نفس سنه تقول له لا روح العب انت كاراتيه. شقاوته قدام شقاوته. اللاعب كوميتيه قوي لان قلبه جامد. لاعب الكاتا على الشكل طيب. حركه كتير ومشاغب وكده. ايوه تقول له يروح على الكوميتيه على طول، بس لازم يلعب كاتا عشان الحركات يظبط اداؤه، يظبط انضباط جسمه انضباط لازم يتاسس كتا. يجي لنا متاسس كويس نبدا بقى يلعب لغايه قد ايه كاتا؟ يعني كاتا ممكن لغايه 9 سنين كده. 9 سنين بس بعد كده بقى تبتدي يوجه يا كاتا يا كوميتيه. طبعا يعني انت من العيل صغير وهو صغير العيل وهو بيبان وهو معايا في المدرسه من ازم ابيض. يعني ممكن يبقى معايا انا مثلا باخد ما بتزعلش مش اوته خالص، دي متعه دي شطاره. ما انا بقى اوجهها انا اخد كل ده وقلبه ده اوجهه اوريه يروح فين. انا وانت قاعد معايا انا اقول لك من غير ما اعرف اللعيبه بيحبوك جدا. ده فضل ونعمه والله عليا من غير ما اقول يعني. انا الحمد لله انا ربنا كرمني بدعوه امي ليا. انا امي بقى انا رقم واحد عندي، ربنا يخليها لك الحمد لله. انا بقول لها دلوقتي انت كل حاجه ليا، ما عنديش غيرك، دي فوق دماغي. انا ربنا كرمني عشان خاطر امي الله الحمد لله والله. تقول لها قبل رمضان اقول لها انت فوق دماغي، انت كل حاجه عندي، انت حياتي كلها، ما فيش حاجه غيرك، انت عندي رقم واحد. ربنا يخليها لك الحمد لله. يعني فضل ونعمه عليا، ربنا يديك الصحه وطوله العمر
انت متجوز؟ عندي الحمد لله زينة بطل القاهرة والجمهورية، وعندي احمد بطل القاهرة والجمهورية، وعندي محمود لسه اشبال. مهاراته؟ اه مهاراته كلهم. مهاراته كلهم مهاراته بيحبوا الكاراتيه زيك قوي كده. ومراتي بطلة عالم، مراتي بنت النادي الاهلي. احنا لو عندنا في كل لعبة خمسة ستة منك كده الحمد لله. والله بجد لو عندنا ناس بتحب لعبتها زيك ما بتتكلم بالشغف اللي انت بتتكلم فيه ده، احنا في مصر يبقى في حتة تانية. الحمد لله احنا في نعمة، والله في نعمة الحمد طيب. لله. مين اقرب ليك، اقرب ليك في لعبك في اسلوبك في المينتاليتي بتاعتك من اللعيبه اللي انت مرنتهم، اقرب واحد ليك انت تحس انه قريب منك؟ قريب منك مش شخصيا، قريب منك في لعبك، في لعب أو في فكرك. قريب مني في حاجه، في قلبه. مين؟ عمر. انت عمر ده انت مؤمن بيه جدا. قلبه. اصلي في مقوله كده انا اعرفها من صغري، عضله القلب ملهاش تمرين، اللي قلبه جامد خلاص. كاراتيه سهل، كل حاجه في الحياه سهل. هنا هنا وعمر. قصدك القلب، القلب العضوي ولا القلب، قلب الروح؟ قلب الروح، القلب. الرجوله على الملعب في عز، بص ميزان الابطال اللي جيب في اول يبقى احسن لاعب، هو ميزانه قوي جدا جدا. فوق 84 ولا كام؟ فوق 84. الميزان ده قوي جدا، قوي جدا، قوي جدا. عمر ما شاء الله لسه مخلصين بطوله الجمهوريه، لاعب لعيبه مصنفين تحت جامدين قوي. شوقتنا نشوفه، خلص شوقتنا نشوفه. هو جه مع حضرتك؟ لا نشوفه تاني بقى. طبعا جه من فتره، حاجه جميله يعني. شوقتنا نشوفه. وفاطمه برضو، ولؤي اللي كان مع حضرتك. وزينه بنتي. والله جامده زينه. ما تخافش، انا احب اللاعب اللي ما يخافش. كارتيسا انا اعلمه كارتيه في لحظه، بس القلب ده ياخد وقت كتير. طب قصدك بالقلب انه ما يخافش منافس بتاعه، ولا القلب ايه؟ احنا بنحترم، ولا يخوف اللي قدامه؟ لا احنا ما نخافش، اهم حاجه ما يخافش. فكرت ايه؟ بص يتوتر يعمل حساب، وده طبيعي، ما ينفعش ما يعملش حساب، ما ينفعش ما يتوترش، لازم يتوتر طبعا، ده احنا بشر صح. لكن الخوف ده لا، مفيش حد يخاف. تلعب باسم النادي الاهلي، تلعب اسم النادي، انت بتروح تلعب بره كل العالم بتقف تتفرج عليك، تبقى عارفه انت نازل على الملعب في الماتش الصعب، كل الناس تشجع ضدك وانت تكسب. طيب هجيب لك السؤال بالعكس، مين اللعيب اللي تشوفه وتروح لبابا ومامته تقول لهم يا جماعه بعد اذنكم بلاش يلعب كاراتيه؟ فكرت شويه في السؤال ده، ده كتير اكتر سؤال فكرت فيه. لا ما انا هزنقك، مش هسيبك. صعب. يعني انت مثلا شفت لاعب واللاعب ده شفت مصلحته انه يروح يلعب لعبه تانية، يعني ممكن يكون موضوع الكوميتيه مثلا مضايقه، ولا ده ما حصلش وما مرش عليك؟ مر عليا، مر عليا مرتين كده. كان عندي لاعب و يعني انا بحب اشتغل انا بنفسي يعني، معايا كتير. واضح. فما بلاقي لاعب في يعني ايه، في توتر شويه، في قلق شويه، بشتغل معاه لوحده، اجيبه اشتغله تعالى في ايه، اتكلم معاه. في لعيبه بتبقاش اصلا ما عندهاش حته ايه الشقاوه، هو طبعه هادي جدا، مفيش لعب لعبه قتاليه. حتى الكتا عنده، احنا عايزين الكتا برضو كتا فيها بونكاي وفيها عنف وفيها شغل، في قوه بدنيه، انت بتطلع عرقانين يا كابتن. هو عبال ما تكوينه الجسماني نفسه يجيب الحته بتاعت الاعصاب والكلام ده هيكون فاته كتير قوي، هيكون بقى في ابطال عالم في سنه، فهو مش هيجاري الكلام ده. فممكن نفكر في لعبه تانية، في لعبه تانية ممكن حاجات. ايوه حاجه هو هينجح فيها. ودي الامانه بقى ما بين المدرب وشغله. طب هسالك سؤال تاني، هل لو قلت لولي امري كده ممكن يتقبل ده منك، ولا دي بترجع لطريقه القائك؟ بص هو دي في ولي امري يقول لك لا. طب لازم ابني يلعب. ساعتها بقى لما يقول كده لازم تعرفه ان هو ممكن ما يبقاش بطل، ممكن ما يبقاش بطل، دي الامانه، بس يبقى رياضه، دي الامانه. ايوه طبعا لازم، لازم عشان انت تحس بشغلك. انت تحس بشغلك امتى؟ لما تشوف النتيجه، توفيق ربنا. مرنت منتخبات يا كابتن؟ الحمد لله مسكت منتخب مصر ب والشبات السنه دي 2022، وفضل الله عز وجل سافرنا سفريه واحده. فين؟ شمال افريقيا. شمال افريقيا فين؟ شمال افريقيا فين؟ كنا في الجزائر. الجزائر، الجزائر. وفضل الله عز وجل جبنا تاني، والفاينل كان مصر، كانت فاطمه والبنت اللي معايا في منتخب، وفاطمه جابت اول والبنت جابت تاني، يعني فاينل. طبعا برغم انها بتلعب به. بتلعب فاينل. الحمد لله ما شاء الله عليك. احنا مصر رقم واحد في العالم، ده انا في جميع جميع المراحل السنيه، ولسه ده احنا عندنا لعيبه طالعه. احنا حظنا وحش قوي انها خرجت برا الاولمبيات ان شاء الله. انا سمعت ان في امريكا ممكن تلعب. ان شاء الله مفيش حاجه ابدا ربنا يعني. يعني باريس خلاص هي برا، انما الكاراتيه انا عايز ازاي الكاراتيه ما تبقاش لعبه اساسيه. عارف لو يعني وصلنا
بالجيل اللي طالع ده احنا هنبقى في حته ثانيه خالص في الاولمبياد خالص. لو رجعت يا رب طبعا لو رجعت في الاولمبياد هنبقى في حته ثانيه خالص خالص. عندنا لعيبه مسيطره على العالم، الناس بتتفرج عليهم، بتيجي بطولات العالم مش بتتفرج عليهم، ولسه في جيل طالع من النادي الاهلي ناشئين 2024 هيبقى لهم وجود جامد قوي في بطوله العالم. عندنا ممكن مريم محمود لسه اول امبارح جايب اول جمهوريه، الله اكبر. عندنا تحت كام ووزن كام؟ مريم محمود تحت 13 سنه ميزان 45، بس لسه وزنهم صغير يا حبايبي. اما احنا اول ميزان 47 في بطوله العالم حبايبي صغيرين. وعندنا نور ايمن دي برضو صغيره طالعه برضو حاجه ثانيه، وعندنا علي سنبل، عندنا لعيبه وعندنا عمر ايمن، عندنا جيل قوي جيل قوي في نادي الاهلي لغايه تحت 13 ماشي معاهم. ما كل دول هيطلع بقى لعيبه جامده وان شاء الله زينه بنتي واحمد ان شاء الله باذن الله يعني تشوفهم احسن الناس يا رب، تشوفهم يعني زي اللي بتعمله مع اللعيبه واولاد الكاراتيه، كل اسره الكاراتيه في نادي الاهلي يهتم في اولادك ويبقوا هم ان شاء الله ابطال، ودايما يعني يجعلهم زي ما بيقولوا كره عينك يعني. الحمد لله والله احنا راضيين يعني يبقوا هم ابطال، لان انت اكيد نفسك تشوفهم ابطال طبعا. الحمد لله يعني. طيب هنتكلم عن المستوى الاعلى شويه، لو اتكلمنا على مستوى الرجال بقى والسيدات في النادي الاهلي بتختاروا على اساس ايه؟ يعني النادي الاهلي بيختاروا الفريق بتاعه كرجال وكسيدات واللي طالعين من تحت ازاي؟ بيطلعوا من اعمار يعني احنا عندنا السنه دي بفضل الله عز وجل فاطمه عبد الناصر وملك عبد الحميد هيبقوا درجه اولى. ما لعبوا درجه اولى بس هم رسمي سنهم درجه اولى؟ لا رسمي سنهم صغيرين. تحت 18 و17 طلعوا الدرجه الاولى، يبقى دول خلاص حاجزين مكانهم في الدرجه الاولى. حجزوا الحمد لله. فاطمه جابت اول قاهره وجابت ثاني جمهوريه انسات، وهي وملك من فضل الله عز وجل جابت اول قاهره برده ودخلت دور الثمانيه انسات ودخلوا تصفيات منتخب مصر ربنا كرمهم الحمد لله. طب هل انت بتحتاج مثلا كرؤيه فنيه كده ممكن تقول انا نفسي لعيب مثلا في بيلعب في النادي ده في النادي ده، نفسي النادي الاهلي، ولا من كتر الكفاءات اللي عندنا ما بيخناش نبص؟ بص احنا الحمد لله في نظام سيستم ماشي في النادي الاهلي اللي احنا بنطلع باولاد النادي الاهلي. دكتور مراد عامل سيستم ونظام اللي احنا ما عندناش لعيبه محترفه، ما جيبش حد من بره، ما فيش حد من بره خالص، كل دول ولاد النادي الاهلي من حزام ابيض من ايدينا، شغل ايدينا احنا. يعني احنا وعندنا بطل واثنين وثلاثه وعشرة في نفس الميزان. جم رئيس الاتحاد الدولي زاروا النادي الاهلي من فتره، من حوالي سنه تقريبا ما اتذكر. وطبعا التقوا بالكابتن محمود الخطيب وجم بصوا على الاكاديميه وتدريبها. حضرت الزياره دي ولا سمعت عنها؟ لا لا كان عندنا بطولات سمعت. قالوا ايه مثلا؟ قال انا شفته. هو قطاع الناشئين عندنا قطاع مميز، قال لك مش موجود حتى مدرسه زي دي في أيوه. في اليابان الحمد لله. يعني احنا عندنا سيستم ونظام محطوط لازم تمشي فيه، لو ما مشيتش فيه مش هتكمل، مش هينفع. احنا في ناس يعني جم اشتغلوا معانا في نادي الاهلي كانوا مكسرين الدنيا بره، ما مشوش معانا. اللي فيه سيستم ونظام، دكتور مراد ودكتور محمد حسن حاطط سيستم ونظام يمشي على الكل في اي وقت وفي اي مكان. هو النظام مفيش حاجه اسمها بطل، احنا عندنا كل يوم بطل، كل يوم بتطلع لعيبه، كل يوم مدرسه بتطلع. طب ليه الكاراتيه في النادي الاهلي سؤال وجودي تمام سؤال وجودي تمام ليه الكاراتيه في النادي الاهلي كده؟ ليه لو رجعنا 100 سنه من ساعه انشاء النادي الاهلي واكتر اكتر من 100 سنه رجعنا 50 60 70 ليه الكاراتيه ليه دور جامده في النادي؟ تعرف التاريخ؟ علشان الفضل لله وحده ثم دكتور مراد، السيستم ماشي على الكل، مفيش حاجه عنده يعني. هنقول لا هنقول دكتور مراد اخر 30 سنه ماشي. هل عندكم تاريخ لما قبل ال 30 سنه؟ ما تقوليش هي بقى دكتور مراد. طبعا دكتور مراد هو صاحب النهضه الحديثه تمام لما بيقولوا تمام، وكان مدير نشاط رياضي سابق وكان وراجل يعني قدوه لينا كلنا، مش بس قدوه كمان ده راجل متامل. أيوة. عنده تاملات يعني انا دايما احب الكتابات بيناقشنا. واحب بيناقشنا في الشغل يعني بنتعلم طول ما احنا بنتعلم منه بنتعلم. هو بيعلمنا، عمال يعلمنا، عمال يعلم فينا بجد. انت يعني مش عايز اقول لك انت يعني نقلت لي قد ايه الروح الايجابيه اللي في كاراتيه، وعايز اقول لك الوقت مر بسرعه، انا ما حسيتش بالحوار معاك ولا بالوقت معاك. الحمد لله كابتن محمد السيد مهاراته، وبشكرك نورتني وشرفتني. ده شرف ليا والله، شرف يعني لينا والله. ودايما نطلع لنا ابطال. ربنا يعزك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده مع ضيوفنا الكاراتيه ملك ولؤي ومدربهم الكابتن محمد السيد. بديكوا بس مثال صغير زي الكاراتيه في النادي الاهلي شغال، وزي الكاراتيه في النادي الاهلي اصبح من احد يعني اعظم الافرع للالعاب مش في النادي الاهلي بل في مصر كلها. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.